لما تطلبي فلوس من أمك. دي كلمة مرة حلوة ومن غير كسوف، بحبك بحبك قوي. مفيش فلوس، ولما المكتبة اللي جنبك دي مليانة تراب. حاضر يا ماما يا حبيبتي، انا عايزة فلوس اجيب حاجة حلوة. خدي خدي يا حبيبة قلبي، خدي اشتري كل الحاجة الحلوة اللي انت عايزاها. شكرا يا ماما يا جميلة. في ايه يا بنت بتبصيلي كده ليه؟ اشمعنى يعني اعطيتي اختي فلوس وانا لا؟ طب روحي اجري اكسري المواعين. حاضر. اول كلمة نطقتها سوسو. سبتي وحدتين لابوكي يا بنت؟ لا يا ماما، هجيب له وحدتين في الاخر. هجيب له الاتنين دول. انت عارفة يا سوسو اول كلمة نطقتيها كانت ايه؟ ايه يا ماما؟ ما ايه ده؟ سوسو هتنطق، سوسو هتنطق. يلا قولي ماما. همك على بطنك. ايه ده يا بنت؟ انت كلتي الاناناس ما سبتيش وحدتين لابوكي؟ لما اختك الصغيرة تلعب بدرع اليوتيوب. حبيبة يا ماما، ليه عاملين في الدرع حتة ازاز مش كله فضي؟ ما اعرفش، سيبي الدرع من ايدك لا يقع يتكسر. لا مش هسيبه، الدرع ده بتاعي زي ما هو بتاعي. ما انا عارفه، بس سيبيه اساسه مكانه احسن يقع منك يتكسر وماما تزعق. ايه؟ لا سيبيه بدل ما اروح اقول لماما. لوحي ايش يا سوسو؟ انا هروح اقول لها. انا لونت الاساس باللون الفضي وخلاص، في اخر الدلع قلبت خالص. ده انت لو جبنا لك محل حلويات مش هيشبعك.